وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، انتصف الشهر، وعلى المرء أن يجد أن يجتهد وأن يشمر عن ساعد الاجتهاد. إن العبد إذا أراد مكانة عند ربه ورفعة، معنى اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ايوه نعم، معاك. ايوه يا شيخ، تفضلي. عندي سؤالين لو سمحت. عندك سؤال؟ انا اتفضلي. انا بينزل علي افرازات كتير. نعم. فهي يعني بتبطل الصلاه لو نزلت في ال... طيب يعني... طيب ان شاء الله. هذه مستمره مع حضرتك؟ مستمره مستمرة على طول، وخدت علاج كتير، فما يعني مستمرة معك، لا تنقطع. مستمرة معي. حاضر حاضر حاضر، تأتيك الإجابة إن شاء الله. السؤال الثاني. نعم، اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التلفاز بعض الشيء وكلميني من الهاتف، تحت أمرك. لو سمحت يا فضيلة الشيخ. نعم. عايز اسال حضرتك عن يوم احنا انا احنا العيله الاسره كلها يعني. نعم. الاذان اذن وكنا لسه بنتسحر، فيعني قبل يعني كان لسه الاذان ما كملش، ما ختمش يعني في الاذان، وشربنا ميه. كملنا يعني بطلنا اكل وشربنا بقى. حاضر ان شاء الله، تأتيك الإجابة. خايفة احنا يعني بصراحة بسمع حاجات كتير عن الموضوع ده، يعني بيقول تكم لو الأذان أذن تشرب حاضر. عادي. حاضر، تأتيك الإجابة، أبشري. مع اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة نعم، تحت أمرك. كنت بسأل حضرتك، أنا خالتي ست كبيرة وعندها أمراض كتير، عندها السكر وعندها الكبد وعندها وعجزة وكل حاجة يعني، فهي دلوقتي إن شاء الله ما بتصومش، ومثلا هي بتأكل أولادها، أولادها برضو مساكين يعني، هي بتأكل مثلا 8 أفراد كل يوم بتفطرهم، هل ده يجزي إن هي كده بتتعب كده مساكين؟ زوجها موجود؟ زوجها موجود. طيب الراجل الكبير يعني. ماشي ماشي ماشي، بس هي بتتعب أولادها. السؤال الثاني معلش لحضرتك. اتفضلي. لو برضو هي ست كبيرة برضو من زمان، فهي كانت عارفة إن هو حرام الجماع في نهار رمضان حفظكم الله، بس هي كانت يعني ايه يعني مثلا زوجها لما كان بيطلبها كانت بتتمنع، بس هو يعني هي ليها رغبه برضه، بس هي عارفه ان هو حرام بس ما تعرفش الكفاره. نعم. من زمان قوي يعني، فهل هي عليها ان هي برضه تصوم الشهرين كاملين؟ طيب. ولو مثلا هو زوجها زوجها كفر ولا ما كفر؟ نعم. زوجها الذي جامعها كفر ولا ما كفر؟ لا لا ما كفر، هو اساسا ما بيصليش. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. نعم، هي دلوقتي تاتيك الاجابه ان شاء الله. نعم، تاتيك الاجابه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. احنا يعني عندنا بعض الاسئله، واسئله اصلا ايضا
يعني مسبقة سأجمع بين الأسئلة. في سؤال من أعتقد أمس أو الأمس، الحقنة الشرجية للصائم، الحقنة الشرجية أو التحاميل في هذا، هو طبعا جمهور الفقهاء يرون أن الصيام يبطل بذلك لأنه جوف في هذا الباب، والصحيح أنه هذا يعتبر إبطال لعبادة ثبتت بالشرع صحتها، فلا يمكن إبطالها إلا بدليل أوضح من شمس النهار، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، وهو قد ترك طعامه وشرابه وشهوته، وقد قال الله تعالى كلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهو قد أمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فالحق أن الحقنة الشرجية أو التحاميل لا تفطر. طيب هو سؤال هنا وسؤال هنا. هنا أيضا الأخت الفضيلة تقول بينزل عليها إفرازات كثيرة جدا. إفرازات المرأة على الراجح الصحيح عند أقوال أهل العلم أنها طاهرة، وهناك قول آخر عند الفقهاء بأنها نجسة، والصحيح أنها طاهرة، وهذا معتمد عند الشافعية وعند غيره، ولكنها تنقض الوضوء فلابد أن تتوضأ. هي الآن هي مستمرة معها، هي مستمرة معها، فإذا قلنا بنقض الوضوء وأنها طاهرة هي ليست يعني مطالبة بأن تغسل المحل أو الثوب، لكنها عندما تسمع الأذان ويدخل وقت الصلاة تذهب تتوضأ، تتوضأ بعد دخول الوقت، هذا لكل صلاة، وتصلي الصلاة وما أتبعها من النوافل، ولا شيء عليها تنزل الإفرازات أو لا تنزل، فإنها لا تؤثر إن شاء الله. طهارتها كطهارة المستحاضة، وصلاتها تكون صحيحة، تتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة، تصلي الصلاة والنوافل التابعة. ضم زوجته وقبلها فأمزى، هو طبعا يعني محظور على الإنسان كان شابا يعني أن يقترب من أهله، مع أنه قد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل وباشر وهو صائم، قبل عائشة وباشرها وهو صائم، قالت عائشة ذلك، كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، لكن ماذا قالت؟ قالت وأيكم أملك لإربه. لذلك كثير من العلماء أخذوا برواية أبي هريرة بأن النبي فرق بين الشاب الصغير وبين الشيخ الكبير. الشيخ الكبير داعية الشهوة له ضعيفة ليست قوية، لذلك تقبيله قد لا يثير شهوته فأجيز له ذلك، وأما الشاب الصغير فيه شدة وفيه طلب للشهوة فيمكن التقبيل يجعله يقبل عليها فيقع في المحظور، لكن الغرض المقصود أنه لو قبل وضم فإنه وأمذى ما أمنى أمذى فلا شيء عليه، الصيام صحيح، يغسل المحل إذا أراد الصلاة ويغسل الثوب ويتوضأ. قال منه الوضوء، لما سئل عن المذي قال منه الوضوء ولا يفسد الصوم بذلك، الصوم يفسد بالمني، فلو أنزل المني عليه قضاء هذا اليوم على الراجح عند أهل التحقيق، لا سيما كما قال الشافعية وغير الشافعية في ذلك، لا سيما أن الأدلة قد جاءت على أن الكفارة منوطة بالجماع، لما جاء الرجل ينتف لحياته وقال هلكت، قال ما أهلكت؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، لما قال له صوم شهرين متتابعين قال ما فعل بي ما فعل إلا الصيام، رأيت خلخلها فقط. فالغرض المقصود يعني هو أنه إذا أنزل المني بطل صومه، أمسك وجوبا وعليه قضاء هذا اليوم، لأنه لم يترك شهوته، يدع طعامه وشرابه وشهوته، إنزاله قضى وتره فلم يترك الشهوة، لكن الكفارة بالإيلاج وإدخال الفرج في الفرج هو الذي يكون به الكفارة فقط عند الجماهير في هذا الباب، وهو كما قلنا الموافق للأدلة. أسقطت يوم الأسرة بأكملها هم يتسحرون، يعني أذن المؤذن تركوا الطعام لكن شربوا مع الأذان. طيب إيه المسألة التفصيلية في هذا الباب؟ الأذان، هل الأذان هو على الوقت الصحيح أم لا؟ هذا الكلام، هل الأذان على وقت أهل المساحة وأهل التخصص قالوا أنه ليس على الوقت يعني، فقد يتسامح في ذلك وأنتم شربتم جميعا، لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك بإذن الله. حتى لو قلنا أن هذا الأذان على نفس الوقت، إن كان بيدك الكأس لتشرب هذا خلاف بين العلماء في هذا المسألة، الأولى أن تتركيه تجنبا للدخول، لأن جميع أهل العلم يرون حتى هذا الحديث، منهم من ضعفه ومنهم من قال هو منسوخ، في تفصيل فقهي آخر نفصله إن شاء الله ليس في وقتي معنا اتصال. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضلي. أنا بسمع حضرتك. نعم.
الو. ايوه نعم انا سامع حضرتك، اتفضلي اسالي سؤالك. طب شوفي وطي التلفاز واتكلمي من الهاتف. نعم اتفضلي. نعم اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك حضرتك يا شيخ؟ الله يبارك في حضرتك. لو سمحت والنبي يا شيخ انا بقرا القران. اسمري. قولي لا اله الا الله. لا اله الا الله. ما لا تقسمي بالنبي، لان النبي نفسه قال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. وقال لعمر بن الخطاب لما اقسم بابيه قال لا تقسموا بابائكم، لا تحلفوا بابائكم. اتفضلي. الله يخليك يا شيخ. اتفضلي. انا بقرا القران بس بحب اقراه سري، يعني مش بحرك شفايف. نعم. بحب اقراه بقلبي بس، فانا مش عارفه يعني ايه كده. الاصل لما بقرا كتير اصل انا عندي الضوء في جوري فبقراه سري يعني انا وقاعده كده. طيب ان شاء الله. فهل ده والسؤال الثاني معلش يا شيخ. انا عندي في وشي في شعر في حواجبي يعني في النص، يعني هل ينفع ان انا اخده ولا ايه يعني كده يعني؟ حاضر. ولو سمحت زي بعضه. نعم. انا دوزي يعني بيطلع زكا وكل حاجه، فانا باخد منه مصاريف البيت، فهل انا يعني كده بطلع من مصاريف البيت ولا لازم اقول له ولا ما اقولوش واطلع ولا ايه يعني؟ ما فهمت كيف ذلك؟ يعني انا باخد منه مصاريف العيال، ممكن من مصاريف العيال اطلع ان انا يعني اطلع يعني منها صدقه كده يعني حاجه الوحده غلبانه كده يعني. طيب ان شاء الله. حاضر. ربنا يكرمك. احسن الله. ما اتصل تاني؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شيخ محمد الله يبارك في حضرتك، تحت امرك. الله يخليك. حكم العمل في بنوك الدم الخاصه يا شيخ. حكم العمل في بنوك الدم. بنوك الدم. اه طب يعني صور لي العمل ايش هو؟ هو الامر لا يخلو من امرين، ان البنك الدم يبيع الدم بضعف السعر، واما المريض بيجيب ثلاث متبرجعين مقابل انه ياخد كيس. اه نعم. طيب حاضر 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 تحت امرك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. مغفوله يا فندم. السلام عليكم. ربنا يخليكوا لينا. اهو معاكم انا تحت امرك. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ الله يرضى عنك يا رب. ربنا يا رب كده يطمنا على حضرتك يا شيخي عظيم. بفضلك وفضلك وادبك. الله يخليك. رهن اشارتك. ربنا يخليك، انا بنعزك كلنا والله. فوق راسي جميعا، انتم تاج راسي، اتفضلي. ربنا يبارك لك. دلوقتي يا دكتور، دلوقتي يا عم الشيخ، انا دلوقتي انا حجيت الحمد لله. الحمد لله. بقى لي 9 سنين الحمد لله. الحمد لله. فدلوقتي ربنا يبارك لك. فدلوقتي انا وانا صغيره طبعا كان يعني ما كنتش بعرف، ما كلنا واحنا صغيرين ما بنبقاش في الصلاه والصوم قوي. نعم. فانا كنت بصوم الحمد لله الحمد لله، بس كانت الايام العذر ما كنتش بصومها، فتقوموا عليا حسبتهم بقوا 240 يوم. نعم. فدلوقتي اول حاجه، اول سؤال، هل بالحج سقطوا؟ حاضر. ولا في شيخ قال لي ادفعي فلوس وانا برضه طلعت، بس انا ده برضه ايه ضميري برضه مش مريحني. حاضر. ينفع؟ طب يعني مثلا لو صمت مثلا يوم عرفه بنيه كده، والست 9 الحلوين دول بتوع ذو الحجه والسته البيض بنيه القضاء، هتحرم من الثواب بتاع مثلا عرفه اللي هو سنه كفاره ويغفر لي ذنوبي، ومثلا ثواب ذو الحجه اللي هو ما شكرا شكرا. حاضر حاضر تحت امر خدامك. حاضر حاضر. طيب السؤال الثالث، قال خالتي هي كبيره السن، طبعا هي لا تصوم، طبعا هي كبيره السن كما قال الله جل وعلا الذين يطيقونه فديه طعام مسكين، فعليها اطعام عن كل يوم مسكين، هي تطعم اولادها. فهنا هذه المساله نقول تصح هذه المساله ان كان الاولاد يعني لا تلزمها نفقه الاولاد، والحمد لله الزوج موجود هو الذي تلزمه نفقته. فهل يمكن أن تطعم أولادها من مالها الخاص بهذا؟ إذا كان أولادها على نفس الوصف يعني مساكين عندهم أبوهم يعطيهم لكن لا يكفيهم، إن كانوا بنفس الوصف يجزئها، يجزئها ذلك إن كان مسكينا، فالطعام إطعام المسكين لابد أن يكون الوصف منطبق، لابد أن يكون مسكينا حتى يجزئها ذلك. فإن كانوا على هذا الوصف وهم مساكين حقا ابوهم ليس معه الكفايه وهي من مالها الخاص تطعمهم لها ذلك ويجزئها، والا اذا كان ابوهم يكفيهم وليسوا بمساكين عليها وجوبا ان تخرج ان تطعم كل يوم مسكين. امراه كبيره ايضا ما كانت تعرف مساله الجماع، وهذه المساله خلافيه، مساله المراه اذا جمعها زوجها، السائله اثبتت انها كانت راضيه بالجماع، زوجها يجامعها،
هذا خلاف فقهي بين العلماء، يعني الحنابلة يرون بأنه عليها أيضا الكفارة، الشافعية يرون أنها المرأة ليس عليها كفارة، وهذا الذي أدين الله به، المرأة ليس عليها كفارة، الكفارة على الزوج. والدلالة على ذلك أن الرجل جاء يخمش وجهه ينتف لحياته وقال هلكت، ما قال ما أهلكك، قال وقعت على امرأتي في نار رمضان، وقعت على امرأتي في نار رمضان، قال أعطك رقبة، قال لا أملك إلا هذه، قال أطعم ستة، قال صوم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال على أفقر منا يا رسول الله وما يملك. الغرض المقصود هنا لما قال له النبي ما قال له طب امرأتك كانت مطوعة ولا كانت مكرهة، طب هي كانت حائض فطهرت ثم أنت جمعتها، على أساس أنه يفصل فيبين هل عليها كفارة أم لا. القاعدة عند علمائنا يقولون ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، والمعنى أنها كانت مطوعة أو غير مطوعة الحكم سواء، فلو كان عليها كفارة لقال له النبي وأمر أهلك أن تكفر. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وليس هذا تأخير بيان إلى وقت الحاجة، لا، خطأ ممن قال بذلك، هذا تأخير بيان عن وقت الحاجة، هذا وقت الحاجة الآن، فبين له أن عليه كفارة وهو قال أنه جامع. فلو كان على المرأة كفارة لقال لها أو قال له أمرها أن تكفر، كما قال عمر مره فليراجعها ثم يمسكها إلى آخر الحديث على طلاق ابن عمر لامرأته الحائض. وهذا تقرير لتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فالمرأة ليس عليها كفارة، فتستغفر الله بأن كانت تتمنى ذلك أو تفعل ذلك، وعليها قضاء هذه الأيام، الذي عليها فقط قضاء هذه الأيام، الأيام التي جامعها فيها زوجها عليها القضاء، وأما هو فعليه عن كل يوم كفارة أن يصوم شهرين متتابعين. طبعا لم يستطع فأن يطعم 60 مسكينا. أقرأ القرآن لكني لا أحرك شفايفي، طبعا هذه ليست قراءة، حتى الهمس ليست قراءة، تحريك الشفة ليس قراءة، لابد أن تسمع نفسك، لابد أن تسمع نفسك حتى لو كان همسا يطلع يكون الصوت تسمعه، هذه هي القراءة، غير ذلك لا تكون قراءة في عرف اللغة، لا تكون قراءة. فأنت بهذا تمررين عينك فقط على المصحف، وليس ولا تدخلين في قوله اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام من حرف وميم من حرف. ولذلك علماءنا الذين قالوا بأن الحائض لا تقرأ القرآن قالوا لها أن تحرك الشفة بدون همس، بدون أن تسمع نفسها في هذا، لأن هذا ليست قراءة. فأنت الآن لا تقرأين، فعليك أن تقرأي لتحسب لك قراءة أن تسمعي نفسك. هي عندها طبعا شعر للحاجب اللي هي بين الحاجبين العبسة، وشعر هي بتتكلم بتقول هل يمكن أنفع أخذه؟ طبعا تأخذي هذا الشعر يعني معناه أن هذا نمص، هذا نمص، وهذا في خلاف فقهي، أنا فصلت القول فيه جدا، فأكتفي بأن أقول أن هذا نمص، ومن فعل ذلك وقعت في يعني الوعيد الشديد، لعن الله النامصة والمتنمصة، لا يجوز. طب يا أستاذ الرجل والزوج إذا دخل يا دكتور ورآها وهي هكذا قد 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 يشمئز، قد يتضايق من الهيئة، ماذا تفعل؟ قلنا الشرع إذا أغلق عليك بابا فتح أبوابا، الحيلة الشرعية موجودة وعلى الإنسان أن يتمسك بها. التشقير أن تشقريها وتجعلي اللون لون العبسة بنفس البشرة، بشرة وجهك والجبين، وهو يدخل ما كأنه لا يراها، وهذه وإن كانت مؤقتة كلما تنتهي جدديها، وبهذا هذا بالضبط كأحمر الشفاء، كالبودرة التي توضع على الخدود، فهذا فيه ما فيه من الخير الذي يمكن أن تعالجي به هذا الأمر دون أن تقع في المحظور، لعن الله النامصة والمتنمصة. زوجي أخذ من مصاريف البيت، يعني هو بيعطيها مصاريف البيت، بيقول لها عليك أن تنفقي مصاريف البيت هذه، هل يمكن أن تخرج من مصاريف البيت إن كنت لا تلحفي على الأولاد ولا عليه ويفيد معك مال وتنفقين؟ لك ذلك، وهو له الأجر أو نصف الأجر في هذا، يشاطرك نصف الأجر أو يشاطرك الأجر في ذلك، فلك أن تفعلي، والأولى أن تراجعي وتقولي له أنا عندي يفيد بعض المال وأنا أتصدق به، حتى هو أيضا يعني يكون فيه الاحتساب، والاحتساب يزيد من الأجر عند الله جل وعلا. لكن كما قلنا هناك النفع المتعدي في كثير من ألوانه حتى وإن لم يحتسب،
فله الأجر في ذلك. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. شوف هذا خير وله فيه الخير. قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ففرق بين من انتوى ومن لم ينتوي، ومن لم ينتوي فعل خيرا وله الأجر فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غرس مسلم غرسا ما أكل منه طير أو إنس إلا كان له فيه الأجر، كما في صحيح مسلم. حكم العمل في بنوك الدم، هو طبعا العمل في بنوك الدم يعني هو هي المسألة إنه بنوك الدم مهمة جدا، لأن المرضى يحتاجون إلى الدم، لكن إن هو يبيع ويبيع بثلاثة أضعاف هذا حرام. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الدم، نهى عن ثمن الدم، فبيع الدم حرام لا يجوز إلا إذا تكلف تكلفة يأخذ التكلفة فقط دون أن يزيد ولو عصير حتى. فهنا إذا كان يبيع فلا يجوز لك أن تعمل في هذا العمل لأن المال حرام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم. حججت الأخت الفاضلة حجت، نسأل الله أن يجعل الحج حجا مبرورا. هذا السؤال الأخير، لو عندك صلاة في ده السؤال الأخير. حججت وكنت صغيرة ولا أقضي أيام العذر. طيب معنا الأستاذ محمد. محمد محمود يا فندم. أستاذ محمد شرفت بك، تفضل. السلام عليكم يا عم الشيخ. الله يرضى عنك يا حبيبي، تفضل. الله يخليك، كل سنة وأنت طيب والله. وأنتم بخير وسعادة وبركة، تفضل. الله يبارك في عمرك يا رب، ادعينا والنبي يا شيخنا. طب قل لا إله إلا الله حتى أدعو لك. لا إله إلا الله. يا رب يحفظك ويرضى عنك ويبارك لك في رزقك وفي أهلك ومالك ويعطيك فوق ما تؤمل. أعطيني السؤال. الله يخليك، الله يبارك في عمرك يا مولانا. تفضل. تفضل. حضرتك النقط اللي بنستعملها في المناخير وفي الودان دي تفسر ولا؟ حاضر إن شاء الله. الله يخليك. تحت أمرك يا حبيبي. جزاكم الله خير. ماشي. وأنت طيب يا حبيبي، ربنا يبارك حضرتك. السلام عليكم. حجت مع اتصال آخر. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. بقول لحضرتك تحت امرك. انا ابني ميت وسايب واد وبنت. نعم. وانا اطلع لهم انا الزكاه. نعم. اطلع لهم انا الزكاه بتاعتهم. معهمش هم مال؟ معهمش مال يكفيهم في نفس اليوم وزياده؟ لا هم ما عندهمش اي دخل. ما عندهمش اي دخل. اي دخل خالص ما عندهم. مين اللي بينفق عليهم؟ ده هو لسه ميت بقاله شهر. ايوه مين اللي بيتولى النفقه عليهم؟ لا انا اللي انا يعني بيديلهم اي حاجه بوديهم. يعني انت بتتولي النفقه عليهم؟ اه. طيب ان شاء الله. اه بقول لك ما اتصل تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك في حضرتك، تفضل. شيخ انا تحت امرك يا حبيبي. انا عندي سؤالين. كيف؟ سؤالين فضلك. نعم. سؤالين. اتفضل اتفضل تسال سؤالين، انا تحت امرك. السؤال الاول. نعم. ان انا مش حافظ الحياه. طيب تمام. نعم. السؤال الثاني. طيب اتصل تاني. انت لا تحفظ التحيات وبعدين بس بسرعه بالله. يعني مثلا انا لو غير مثلا ممكن اتعامل معاني؟ لا قاعد عليا الكلام اللي مش متبين ليه كلامك. ايش قلت؟ الاستحلام فضلتك. لا ماشي، انت اولا السؤال الاول على التحيات صح. الامر الثاني هو ان انت قمت جنبا ماشي وما عندك ماء. يا فندم لم اجد ماء خالص، مريض يعني. لم تجد ماء في المنطقه في المحله ولا في البيت؟ لا مرض فضلتك. مريض انت، الماء ممكن يضرك. لا مش كده يعني، غير حاجته مثلا مفيش قدره. كيف الماء لو استخدمته لمرضك يضرك في المرض؟ لا هو دلوقتي يعني غير مثلا على القيام. اخي فصل القول حتى اتيك بالاجابه. انت مريض قمت جنبا ما تستطيع استخدام الماء لمرضك صح؟ طيب طيب تاتيك الاجابه ان شاء الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وطي التلفاز، وطي التلفاز وكلمني من الهاتف، تحت امرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ؟ الله يبارك في حضرتك، تفضل السؤال. يا شيخ لو سمحت، الخطيب لما بيقرا الصلاه مثلا يصلي المغرب او العشاء. نعم.
وبعد ما يخلص هو الواحد يقرأ الفاتحة ولا الواحد يسكت يستمع للقرآن اللي بيقرأه؟ حاضر حاضر. في اتصال آخر؟ نعم. إذا حجت، هي حجت ولله الحمد، هي بتقول أنها في أيام العذر ما كانت تقضي، صغيرة وما كانت تعرف، لكن لابد يعني للمرأة أن تتعلم. قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتعلمن علم الشرع. كانت تدخل المسلم تقول إن الله لا يستحي من الحق، ماذا على المرأة إن هي احتلمت؟ فلابد كان من السؤال، لابد من السؤال. يا جماعة الخير، أنتم إن ذهبتم إلى الأسواق لشراء أقمشة، والله من الصباح للمساء تسألون ليل نهار صباح مساء الأفضل والأجود والأتقن. هذا دين، فلابد أن تسألوا عن كل صغير وكبير، ولو دفعتم أجر على ذلك، وهذا لا يكون، لا يمكن لأحد أن يأكل بدينه، لكن حتى لو دفعتم أجر على ذلك افعلوا لدينكم، لتستقيم عبادتكم، لتنجو عند ربكم جل في علاه. نعم. هي الآن بتقول ما كانت تعرف فما كانت تقضي. هل الحج يسقط؟ لا، الحج لا يسقط هذه الفريضة التي عليك، الحج لا يسقط هذه الواجبات التي عليك. أنت ما زالت هذه الأيام في ذمتك، هي حسبتها الحمد لله 240 يوم، عليك وجوبا قضاءها. هناك من قال لها تطعمي عن كل يوم مسكين، من وين أتى بهذا الكلام؟ وقد قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لما جاء مانع يمنع من الصيام زال المانع، يرجع الصيام عليه القضاء. جاءت عمرة إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها أو معاذة، فقالت لها يعني لما قضاء الصيام دون قضاء الصوم؟ فقالت: أحرورية أنت من الخوارج في ضلال فكر عندك تشدد؟ فقالت لها: لا، أنا جاهلة أتعلم أو عليمة أتثبت. فقال: كنا نؤمر بقضاء الصيام دون قضاء الصلاة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين يعني أذهب لرب الرجل الراشد منكم من كنا، فقال: تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. قلنا: على ما قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نقصان الدين، قال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فهي لا تصوم عند الحيض، لكن عليها وجوبا بحديث عائشة القضاء. فعليك قضاء 240 يوم في الشتاء، في الوقت القصير عليك قضاء، وما دفعتيه هو صدقة لا يجزئك. وأيضا ما كان الحج إن شاء الله يكون حجا مبرورا، لكن لا يسقط على ما عليك من دين. أدوا دين الله فدين الله أحق بالقضاء. النقط: القطرة في الأنف هي منفذ أصيل للفم، وإذا كان منفذ أصيل للفم يفطر. النبي قال: بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، يعني لو بالغت ونزل الماء أفطرت، يبقى القطرة من الأنف تنزل في الحلق أفطر. طب في الأذن؟ في خلاف فقهي من العلماء، والصحيح أن الأذن ليس منفذا صريحا إلى الأنف، حتى لو وجد الطعم في الحلق لا يفطر، قطرة الأذن لا تفطر، لكن قطرة الفم الأنف تفطر، وهذا على الراجح عند قول أهل العلم. ابنها مات وترك ولد وبنت، هي الآن هي التي تنفق عليهما، إذا يلزمك صدقة الفطر عنهما، يلزمك صدقة الفطر عنهما. وإن كان حديث مما على من تمونون حديث فيه ضعف، لكن يستأنس به، لأن ابن عمر قال: فرض رسول الله صدقة الفطر على كل مسلم، يعني كبير أو صغير، قال حر أو عبد، قال صاعا من تمر، صاعا من أقط، أو صاع من طعام، على بعض الروايات التي جاءت مصرحة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعليها أن تخرج عن الولد وعن البنت، تخرج عنهما صدقة الفطر، وجزاه الله خيرا. الأخ قال: أنا لا أحفظ التحيات. لا تحفظ التحيات، عليك أن تسبح. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وكان لا يحفظ الفاتحة، قال له: قل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. التسبيح يكفي. الشافعية يقولون يسبح سبع تسبيحات بما يوازي السبع آيات، لكن ما يحفظه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تكفيه، فإذا سبح كفته ذلك بفضل الله. طبعا مسألة التحيات في التشهد الأخير في التشهد الأوسط والتشهد الأخير، طبعا الخلاف في مسألة التحيات مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب هو التحيات إلى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأما الصلاة على النبي ففي خلاف في العلماء هل هي واجبة أم لا، فيرون أنها واجبة، هذا الراجح. قال: فقلت صلى اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. نعم. قمت جنبا
وهو لا يستطيع استخدام الماء لأنه مريض. ديننا دين اليسر والسماحة، ديننا دين اليسر. لو عندك اتصالات ما زال الوقت معي، عندي سؤال فقط. ديننا دين اليسر، قال الله جل في علاه: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك القاعدة الفقهية عند العلماء: إذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم إلى الغائط، قال: أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والحديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الصعيد الطيب طهور أمتي ما لم يجد الماء ولو لعشر سنين، فلو وجد الماء فليمس بشرته. مع عندي اتصال، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. تحت أمرك، تفضل. الله يرضى عنك. لو سمحت يا شيخ انا عندي كام سؤال. تحت امرك، اتفضلي. انا عندي جوزي بيبص على اي واحده ماشيه في الشارع، مسيحيه مسلمه اي حد حتى لو ست كبيره، فانا لما بقول له ده حرام يقول لي لا انا ما ببصش، ويشتكيني للدنيا كلها ويقول لا ده انت دي تهمني بالحريم اللي انا ببص عليه، بس هو حقيقي بيبص. وقلت له اللي في زينه العين. نعم. تاني سؤال يا شيخ، اللي انا دلوقتي عايزه اطلع زكاه الفطر وجوزي مستبخل، فانا دلوقتي عايز اعرف كام. انا معايا عيلين، واحده عندها سنه والتاني عنده 5 سنين. نعم، حاضر ان شاء الله. مع اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ وفي العاملين في القناه. الله يحفظكم يا رب ويرضى عنكم. عايز يا شيخ سمعت في حضرتك سؤال. دلوقتي انا جوزي الطيب اذا خلطت بتوابل بس الصوت مثلاً، الصوت مش واضح، علي صوت حضرتك شويه. جوزي الطيب، جوزة الطيب، ماشي. نعم، طيب جوزة الطيب، طيب خلاص ان شاء الله نتكلم عنها باذن الله. احنا وصلنا الى الاخ المريض، صحيح؟ طيب الخطيب بيصلي المغرب او بيصلي العشاء او بيصلي صلاه الجهريه يعني، فبيقرا، ومن السنه انه بيقرا، وبعد كده اذا انتهى من الفاتحه يقرا السوره، لا يترك مجالا للمأموم أن يصلي. وإن كان الشافعي والحنابلة يرون أن الأفضل أن يترك مجالا للمأموم أن يقرأ الفتح، لا سيما وأنه ورد في حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له 3 سكتات. سكتة الأولية التي قال عنها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: بأبي وأنت أمي، أرأيت سكوتك هذا؟ ماذا تقول؟ قال: أقول اللهم بعد بيني وبين الخطايا، إلى آخر الدعاء. وسكت بعد الفتحة، وسكت بعد القراءة، آخر القراءة. وإن كان الغالب في حال النبي أنه كان يسكت سكتتين، السكتة الأولى والسكتة في آخر القراءة. لكن هنا قراءة المأموم هل يقرأ أم لا؟ في أقوال 3 عند العلماء. أيضا الشافعية يرون أنه يقرأ سواء كانت سرية أو جهرية، والشافعية والحنابلة والمالكية يوافقون الشافعية في السرية لا في الجهرية. الأحناف يرون أنه لا يجب عليه، لا يلزمه القراءة لا سرية ولا جهرية، وهذا أضعف الأقوال. عشان الوقت، لأنه الأخ بيقول الوقت أزف، أقول الراجح والأسعد بالدليل هو أن يقرأ الفاتحة. بعدما يقرأ الإمام هو يقرأ الفاتحة، حتى لو الإمام قرأ، حتى لو الإمام قرأ. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وقال من لم يصلي بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب فصلاته خداش. خداش، خداش هنا ليس نقصانا، نقصان أصل يؤثر في الأصل لا في الكمال. والذي يدل على ذلك أن النبي صلى صلاة جهرية فسمع أحد يقرأ خلفه، فلما انتهى انزعج، قال: من يخالجنيها؟ من ينازعني القراءة؟ من ينازعنيها؟ قال: أنا أقرأ بسبح. قال: لا تفعل، يعني لا تنازعني إلا بأم الكتاب، يعني في الفاتحة اقرأ لأنها واجبة عليك وهي ركن في الصلاة. قال: إلا بأم الكتاب. وأما من استدل فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا عام مخصوص بقراءة الفاتحة. وإذا قلنا بتصحيح، الحديث فيه ضعف، إن قلنا بتصحيح الحديث فإذا قرأ الإمام فأنصتوا، نقول إذا قرأ القراءة خلاف الفاتحة فأنصت. فإن قرأت فإن لم تقرأ الفاتحة فاقرأ الفاتحة ولا تنصت حتى تقرأ الفاتحة، ثم اسكت وانصت لقراءة الإمام. وأما حديث قراءة الإمام قراءة مأموم أيضا عام مخصوص بقوله لا تفعل إلا بأم الكتاب، لأن النبي هذا وقت بيان، هو قرأ خلفه، قال لا تنازعني إلا بأم الكتاب، فعليك أن تقرأ الفاتحة في سكتاته إن استطعت إلى ذلك سبيلا. وهذا قول أبي هريرة قال له اقرأها في سكتاته، سكتات الإمام يا فارسي. زوجي بينظر لأي امرأة، الله يهدينا ويهديه يا رب ويغفر لنا وله، كل منا له هذه الزلات ويقع فيها، واللهم اعصمنا من كل زلل وأنت أرحم الراحمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العين تزني وزناها النظر، ولسان والفم يزني وزناه القبل، إلى آخر الحديث. لكن قال العين تزني وزناها النظر، لما جاء علي بن أبي طالب يتكلم عن مسلم يقول النظرة الأولى مش مني، فقال له اصرف بصرك، اصرف بصرك بعد الأولى، اصرف بصرك لأن الأولى لك لكن الثانية ليست لك، تكون عليك. ولما نظر الفضل إلى الخثعمية وهي تسأل النبي أشاح النبي بوجهه حتى لا ينظر، حتى لا ينظر إليها. فلا يجوز النظر لأنها معصية من المعاصي، ونسأل الله أن يهدينا ويهديه ويديم النظر في الكتاب وفي القراءة في القرآن، لعل الله تعالى يحفظنا ويحفظه ويحفظ أبصارنا ويحفظ أبصاركم جميعا. اللهم أمين يا رب العالمين. زكاة الفطر زوجي مش بيطلعها، عليك صاع من طعام، يعني الصاع أربعة أمداد يصل إلى 2 كيلو، 2 كيلو ربع أو 2 كيلو وربع لا أذكر الآن، لكن هو أربع أمداد، المد ككف اليد هكذا بمد النبي صلى الله عليه وسلم، صاع أربعة أمداد. صاع من طعام، الأرز يكفي، الذرة، التمر، الزبيب، كل هذا يكفي. كم؟ ثلاثة لربع. طيب جيد، أخونا الفاضل ذكرني أنه النصاب ثلاثة لربع، فثلاثة كيلو لربع أو ثلاثة كيلو بزيادة تكون الأفضل، زبيب أو تمر أو أرز. وحتى المكرونة فيها خلاف طبعا في هذا الباب، ندخل فيها مكونات أخرى، وإن كان الراجح صحيح ممكن أن تخرجها، لكن الأولى الخروج من الخلاف مستحب، لا تخرجيها. تمر أو زبيب أو أرز أو ذرة، فهذا يكفيك إن شاء الله صاع عنك وصاع عن ابنك وصاع عن بنتك أن تخرجي صاع. نعم. السؤال الأخير، أبشر، السؤال الأخير، جوزة الطيب الخلاف فيها عريض جدا جدا جدا، وطبعا الجمهور يرون أن جوزة الطيب أصلا لا تجوز لأنها من المفترات، والحديث والحديث فيه جابر الجعفي على ما أعتقد إلا ما أكون وهما، الحديث نهى عن كل مسكر ومفتر، والصحيح أن القليل منها يجزي، القليل منها يجوز وليس فيه ثمة شيء، لأن النبي لما تكلم عن المسكر قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، لكن ما قال ما فتر كثيره فقليله حرام، ما قال ذلك، ما قال ذلك. فيمكن المفتر هذا أنه يعطي الجسد بعض الشيء من يعني مش النباهة، مش الانتباه، يعني خمول في هذا الباب، فهم يقولون يعني ينزل منزلة بعضهم، طبعا غالى في ذلك، بعضهم غالى ونزلوا منزلة الخمر، وهذا ليس بصحيح. لكن هو الكلام هنا جوزة الطيب أدخلوها مع الحشيش والأفيون وغير هذه الأعشاب التي يمكن أن يكون فيها شيء من السكر، كالقاتل اليمني أيضا، قاتل اليمني مختلف فيه. فجوزة الطيب الراجح الصحيح أنها تجوز، ومن يحرم خلق لكم ما في الأرض جميعا. وحديث نهى عن كل مسكر ومفتر حديث ضعيف، ونحن قلنا حتى لو قلنا بأنه المفتر يعني لا يجوز هذا بكثرته، فالقلة شيء القليل الذي يوضع في الطعام لا يؤثر سلبا على العقل بحال من الأحوال ويكون مسكرا. أما القاتل اليمني علمت أيضا أنه يعني يؤثر سكرا على الرأس، فالأولى الامتناع عنه. لكن في النهاية جوزة الطيب إن كان قليلا فهو يجوز، وحديث نهى عن كل مسكر ومفتر حديث فيه ضعف وإن حسنه بعض العلماء. وصلنا إلى النهاية، كنت أود أن لو في دقيقة عندك مسألة مهمة جدا. طيب خلاص نأجل بعض الأسئلة عن إسقاط الجنين وكده، إن شاء الله يكون في الأوقات القادمة إن شاء الله يوم الخميس بإذن الله. أشكر لكم فضلكم، وأشكر للإخوة الأفاضل الأماجد الذين يعينون على ذلك خيرا، وأيضا أشكر المشاهدين، فلكم جزيل الشكر، ونسأل الله جل في علاه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.